لأصحاب السمو الشيوخ خلال هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع صغان على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد يمعة بن عبيد بالدبيلة من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز. ياتينا الكاسبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سعيد بن عبيد الحميري، وعلى المركز الرابع وصل هنا على رابع المراكز سلهود لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي بقيادة خليفة بن سالم الطنيجي، والوصول هنا في هذه اللحظات من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد بن مبارك بن مرخان، وهناك معدي لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد المكتوم مع نواب بن نوح البلوشي في تضميره. النصر من يأتينا مشاهدينا الكرام على المركز إذن السابع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي من يأتينا على المركز هذه اللحظات. السابع سلهود في المركز الثامن لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد بقيادة مطر بن سيب اللحج الهايري من يأتينا بهذه الانطلاقة الثامنة. وفي المركز التاسع يأتي شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان سمو الشيخ سعيد خليفة بن مكتوم بن سعيد المكتوم مكتوم بن خليفة بن سعيد المكتوم بقيادة نواب بن نوح البلوشي، والمركز العاشر في هذه الانطلاقة هنا يأتينا سلهود لسمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي بقيادة سعيد بن محمد الفلاسي من يأتينا على المركز العاشر. الصدارة والمقدمة مع صغان على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة يمعة بن عبيد بالدبيلة من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ركز يا أبو عبيد، ركز على انطلاقة صغان وهو في الصدارة في المقدمة وفي المركز الأول مسيطر سيطرة فعالة على زمام الأمور وعلى الصدارة. المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سهيل بن مبارك بن مرخان معدي من ياتي على المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد المكتوم بقيادة نواب بن نوح البلوشي من ياتي على المركز الثالث، وسلهود في المركز الرابع في هذه الانطلاقة لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي بقيادة خليفة بن سالم الطنيجي من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يتواجد في هذه اللحظات النصر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، والقيادة لدى حمد بن علي العويسي مضمر خمس نجوم الذي أبدع في هذه الأمسية الجميلة ما شاء الله. هناك أيضا أربع نقاط، وهنا النقطة الخامسة أيضا يطالب بها في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. شكرا يا أبو علي على هذه الانطلاقات المسائية ما قبل أيضا الختام والاستعداد للختام. المركز الخامس ويأتينا الكاسبي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد
الحميري وشاهين من يأتينا على المركز هذه اللحظات السادس وملكية شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سيف بن أحمد بن خليدة في تضمير من يأتينا في هذه الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. المركز الثامن والوصول على ثامن المراكز من سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطار بالسيف الاحد الهايري. وفي المركز التاسع ياتينا شاهين السمو الشيخ مكتوم بن خليفه بن سعيد المكتوم مع نواب بن نوح البلوشي. وعلى المركز العاشر ياتي سلهود السمو الشيخ حميد بن سلطان القاسمي سعيد بن محمد الفلاسي في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز الاولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال مسيرة التحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. لا زال صوغان مسيطر على زمام الامور وعلى الصداره وعلى المركز الاول. سمو الشيخ راشد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقياده يمعه بن عبيد بن دبيله من ياتي على الصداره على المركز الاول في سيطره فعاله على زمام الامور وعلى الصداره. المركز الثاني ياتينا شاهين سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده السيد بن مبارك بن مرخان من ياتي على المركز الثاني وثالث المراكز. الناصر من ياتي على ثالث المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر السيد حمد بن علي العويسي. بهذا الانطلاق الجميل من ياتي على المركز الثالث بينما المركز الرابع شاهين في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سيف بن احمد بن خريدة من ياتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس هنا معدي سمو الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد المكتوم نواب بن نوح البلوشي في تضميره. والوصول ايضا هنا من الكاسبي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في تضميره سداسيه جميله في هذا الانطلاق. المركز السابع سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مطار بن سيب اللاحق الهايري في تضميره من ياتينا على المركز في هذه اللحظات. المركز الثامن سلهود لسمو الشيخ حميد بن سلطان القاسمي سعيد بن محمد بن صبيح في تضميره من ياتينا على المركز الثامن في هذه الانطلاقه. وفي المركز التاسع ياتي سلهود لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راهد النعيمي خليفه بن سالم الطنيقي في تضميره. ولكن نعود الى المقدمه. نعود مشاهدينا الكرام هنا الى الصداره الى صوغان. لا زال مسيطر على زمام الامور، مسيطر على الصداره وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط. ولكن ارى شاهين يتسلل، شاهين يتسلل في هذه اللحظات هنا على المقدمه على الصداره لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سهيل بن مبارك بن مرخان. يلا يا ابو مبارك، بالامس حصلت على نقطه في نفس الشوط واليوم ايضا نطالبك بنقطه اخرى لان الختام على الابواب في هذا الانطلاق مشاهدينا
الكرام، المركز الثاني صغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة يمعة بن عبيد بن دبيلة. حرك ابو عبيد، حرك ما شاء الله بهذا الانطلاق من قلنا الختامي على الابواب، اطلق العنان لي ايضا صغان. المركز الثالث وصل النصر، النصر سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، محمد بن علي العويسي مضمر خمس نجوم يطالب بالنقطة الرابعة في هذا المساء. النقطة والنقطة الخامسة مضمر النجوم الخمسة، مضمر النجوم الخمس لابد من نقطة خامسة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. المركز الرابع، المركز الرابع، وأرى الهجوم على المركز الرابع في هذه اللحظات هنا من سلهود سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم. مطر بالسيب اللاحق في تضميره، شاهين من الجانب الاخر لسمو شيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن احمد بن خريدة، ولكن شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول، شاهين على صدارة هذا الشوط هنا على المقدمة وعلى الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سهيل بن مبارك بن مرخان. ولكن الله الله، النصر وشاهين، النصر وشاهين، وشاهين شاهين 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 بو خليل، شاهين بو خليل انطلق في هذه اللحظات على الصدارة، انطلق على المقدمة على المركز الأول، ولكن النصر يبغي النصر، النصر يبغي النصر، الله الله، النصر يبغى النصر، الله، ها هو النصر يتسلل على صدارة على المقدمة على المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. شكرا يا حمد يا بن علي العويسي، مضمر خمس النجوم وخمس نقاط أيضا في هذا المساء الجميل. ها هو هنا النصر أيضا يضيف إنجازا إلى إنجازاته سابقة. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، تهانينا لحمد بن علي العويسي مضمر خمس نجوم على هذا الأداء الجميل. وها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس، هي لحظة الوصول إلى خط النهاية. تهانينا على هذا الأداء الجميل. بينما المركز الثاني، ويأتينا على ثاني المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم. المركز الثالث، تضالي ثالث المراكز، سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعود المكتوم، شاهين في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم. بينما المركز الخامس مشاهدينا الكرام، من وصل خامسا هنا ايضا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم، ولكن هنا التوقيت الزمني ولحظه الوصول 13 دقيقة 43 ثانية، 8 أجزاء من الثانيه هو التوقيت الزمني للنصر. تهانينا سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، تهانينا لحمد بن علي العويسي على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني كان من نصيب شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة، من وصل على المركز الثاني 3 دقيقة 48 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. أما ثالث المراكز كان سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعود المكتوم، تهانينا، تهانينا للمضمر السيد مطار بسيف باللاحق الهايري، تهانينا للجميع.